هنشوف بقى الحواوشي النهارده هنعمله مع بعض المصري اللي على طريقه الشربيني. حدايا بصل اهو ياما كده كده كده. اللحمه بتاعتي مش متبله، لحمتي مش متبله. مين يا فندم؟ خليل؟ عم خليل؟ حنين؟ ومين اللي مين اللي معاك؟ ايوه. الو يا حنين. ايوه يا شيف. صباح الفل عليك يا حنين. صباح النور. اخبار سعادتك ايه؟ اموريني يا ست الكل. الحمد لله. امور يا قمر. عندي هنا زيت زيتون، بعد كده عندي هنا البصل بالثوم كتير اهو. الحواوشي بيموت في البصل، خليهم دول هنا. وكده هنا عندي بصل اهو في زيت زيتون، نجيب دول على جنب. مكعب مرق اهو، توابل، كمون، جوز الطيب، زعتر كده. طيب عندي هنا بصلايه جزرايه، شويه كرفس اهو، شويه كرفس ومش كتير فلفل، مش كتير عشان ايه ابراهيم ورضوه بيحبوا الفلفل كتير، الفلفل الحراق اهو مش كتير. يلا كفايه واحد تاني اهو، وادي حبه ملح وفلفل. في فلفل مجروش هنا راح فين؟ من هنا في فلفل مجروش خدوه ماشي. يلا ادي شويه فلفل ناعم اهو، حبه تاني هنا. ادي السجق بتاعنا او السجق. وكده بفتح العيش بتاعي اهو، ادي الخلطه. دي الخلطه بتاعتي ست ام محمد. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاجه؟ ازيك يا حاج؟ الله يخليك يا حاج. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا فندم. اتفضلي يا فندم. ربنا يخليك لنا ويطول عمرك. تحت امر سعادتك. انا بس اقول لك كل سنه وانت طيب، واشكرك على الجمال اللي انت بتعمله ده. لا والله انتوا بتطبخوا احسن مني يا ست الكل، انتوا اساس المطبخ. لا انت الخير والبركه يا ابني. الله. انت ابني، ربنا يخليك ليا. الله يصلح حالك ويخليك لينا يا ست الكل، وما تحرمش من صوتك، والهي ما تنسى الشهاده روحي يا شيخه. الله يسترها معاك دنيا واخره. اشكرك. حاضر، مش هحط ملح، اسكت احسن البتاع ده طلع ملحه زياده. لا اسكت يا سلمو، خلي بالك في حاجه اقول لك عليها بس في الفاصل عشان ما حدش يسمعنا. لا ما هو مش هديها ملح تاني. لا خلاص بقى، يا شوانات ملح ولا ايه؟ ده الجديد اللي احنا بنعمله النهارده في الحواوشي بتاعنا. اقلب كله مع بعضه، ما ينفعش الشغل المانوال ده. شفت كده يا باشا؟ كده هقص دول على قد اللي عندي. ادي واحد، ادي اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة،
ستة سبعة تمانية تسعة دي عشرة اهو كده مظبوطة ومظبوطة. استاذنكم بقى اعمل واحد كده اهو وادي حتتين صدق مش هحط له زيت كمان واحد تاني عشان نطلع فاصل اهو كده اهو وادي حتتين سجق وكده حضراتكم عملنا الحواوشي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده نبدا نشتغل مع حضراتكم. ادي واحد ادي اتنين اوعوا من ورق الالمونيا ورق الجرائد ورق البتاع والزبده والكلام من ده. ها مالناش احنا في الكلام ده، علينا في السليم.